بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الذهب، ما هي المرحلة القادمة؟ هل سيواصل الذهب هذا الصعود الصاروخي، أم سيكون له محطات استراحة واضحة خلال الفترة القادمة؟ ماذا لدينا في توقعات الذهب خلال الفترة القادمة للأيام، للأسابيع وللأشهر القادمة بمشيئة الله؟ علينا أن نوضح أحبتي نقطة هامة جدا هنا. في تداول الذهب الإلكتروني عبر الإنترنت علينا أن نكون حذرين، لأن التداول بنظام الرافع المالية صحيح أنه يمكن أن يربح أرباح ضخمة خلال فترة قصيرة، لكن يمكن لا سمح الله إذا أسأنا تقدير الأمور وأسأنا إدارة رأس مال المحفظة أن نخسر أموالنا كاملة خلال أيضا فترة قصيرة. أحبتي، حاليا الذهب قرب 2370 دولار أمريكي، كان خلال الساعات الماضية قد وصل منطقة 2392 تقريبا، تراجع عنها، حاليا قرب 2370 دولار أمريكي. نحن الآن اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 الساعة تقريبا 1:10 ظهرا توقيت مكة المكرمة. الآن لدينا عدة عوامل أدت إلى الصعود المتواصل في الذهب. هذه العوامل المجتمعة أحبتي الكرام أدت إلى وصول الذهب إلى هذه الأرقام القياسية. ما مدى استمرارية وجود هذه العوامل؟ هل هذه العوامل ستبقى مستمرة خلال الفترة القادمة، ونقصد بالفترة القادمة الساعات والأيام والأسابيع وربما الأشهر القادمة؟ بالنسبة للعوامل الجيوسياسية جيوبوليتيكال، فهذه العوامل حادة جدا وأثرت تأثير كبير جدا على الذهب، ليس فقط في التوتر والحرب الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، بل أيضا في السابق كان التأثير أصلا مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية، أدى ذلك إلى ارتفاع الذهب إلى قمم جديدة وقتها، ولكن أتمت العملية الحرب في الشرق الأوسط، بينما موضوع الصراع الإيراني الإسرائيلي أدى أيضا إلى زيادة كبيرة وملحوظة في أسعار الذهب بسبب خوف المستثمرين ولجوءهم إلى الذهب كملاذ آمن. إذن هذا الموضوع أحبتي مستمر، يعني حالياً الساعات والأيام وربما الأسابيع والأشهر القادمة هذا الموضوع مستمر، وما دام هذا الموضوع مستمر فإن عملية الصعود تكون مدعومة بقوة خلال الفترة القادمة. الآن ثانياً بعد ذلك لدينا التحليل الفني. التحليل الفني سواء كان على الشموع اليابانية بشكل كامل أو باستخدام أمواج إليوت، تحليل الموجي أو تحليل الشموع اليابانية، هذه التحليلات أحبتي تدعم الصعود للذهب، وخصوصا على التشارتات اليومية والأسبوعية وهذا ما يهمنا، والشهرية أيضا حسب موجات إليوت. هناك يعني ما زلنا في الموجة، يعني كان هناك تصحيح للموجة الثانية، للموجة الرابعة، فما زال لدينا الموجة الخامسة بالنسبة لأمواج إليوت. و النقطة الثالثة الهامة في موضوع الذهب حاليا هو موضوع الكلام عن البدء في تخفيض أسعار الفائدة، مع أنه إحنا بنحكي عن أرقام تضخم ما زالت عالية نسبيا، لكن بطبيعة الحال الخطابات الرسمية والأخبار الواردة من الولايات المتحدة بخصوص رفع الفائدة انتهت على الأقل، هذا أولا. وثانيا بدأ الكلام عن خفض الفائدة، سواء كان هذا الخفض سيبدأ في حزيران القادم أو في سبتمبر القادم فهذا الخفض سوف يبدأ. وموضوع خفض الفائدة على أسعار الإيداع بالدولار الأمريكي المرتفعة حاليا أسعار الإيداع على الدولار الأمريكي أحبتي أسعار فائدة 5.5%، بدء الخفض سيؤدي أيضا إلى صعود قوي في الذهب. هذه أحبتي ثلاث عوامل كما ذكرنا، 1 2 3، تؤدي إلى استعار أسعار الذهب واستمرارها في المرحلة المقبلة على الأقل خلال الأسابيع الأيام الأشهر القادمة في الصعود. إذن هل لدينا حاليا أمواج تصحيح قوية جدا على الذهب؟ أحبتي بالنسبة لأمواج التصحيح، أمواج التصحيح حاليا على الذهب لا تكون قوية جدا. كيف؟
لا تكون قوية جدا، لا تكون قوية جدا لأنها تقتصر على مناطق، على زيارة مناطق في نفس مجال الارتفاعات الشاهقة التي حققها الذهب. يعني احنا بنحكي عن تصحيح، ممكن ان هذا التصحيح يكون قرب مثلا 2300 وحبة، يعني 2305 2300 2310، هذا الوارد بالنسبة لموضوع التصحيح بنسبة 90%. هناك احتمالية بسيطة جدا ان ينخفض الذهب تصحيحيا ربما خلال الساعات والايام القادمة قرب 2270 2280، هذه الاحتمالية اقل من 10%، لكن الاحتمالية الاكبر اذا حدث هناك تصحيح، يعني اذا حدث تصحيح سيكون فقط قريب من 2320 2310 2305 لا اكثر، ثم يعاود الصعود وربما يعاود بعد ذلك تعويض كل هذا التصحيح يعني بشكل مضاعف. Ahem.